بسم الله الرحمن الرحيم. عن جعفر بن محمد رضي الله عنهما قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحزنه أمر دعا بهذا الدعاء: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي، فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري، وكم خطيئة ركبتها فلم تفضحني، فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بلائه صبري فلم يخذلني، ويا من يراني على الخطايا فلم يعاقبني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا الأيادي التي لا تحصى عددا، ويا ذا الوجه الذي لا يبلى أبدا، ويا ذا النور الذي لا يطفأ أصر مدى، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم، وأن تكفيني شر كل شر، بك أبرأ في نحره وأعوذ بك من شره واستعينك عليه. اللهم أعني على ديني بدنياي وعلى آخرتي بالتقوى، واحفظني فيما غبت عنه، ولا تكلني إلى نفسي فيما حضرته، يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة. اغفر لي ما لا يضرك، وهب لي ما لا ينقصك. يا إلهي أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك استدفع مكروه ما أنا فيه، وأعوذ بك من شره يا أرحم الراحمين. آمين.